لكن اليوم في رسالة للسيد عادل عبد المهدي إلى رئاسة مجلس النواب العراقي بعد أن فشل مجلس النواب والقوى السياسية في أن تستكمل الكابينة بعد أكثر من 40 يوم على الكابينة أو جزء من الكابينة الأولى، الرسالة كانت فيها 3 خيارات إلى مجلس النواب. يابا لو أنتم تختارون وديكم الأسماء وأنتم تصوتون، لو القوى السياسية تقدم أسماء جديدة متفق عليها ويتم عليها التصويت في مجلس النواب، أو تخلوني أني أختار ما تبقى من الكابينة الحكومية. الرسالة كانت واضحة، أنا أتوقف عند هذه الرسالة بمجموعة من النقاط في مقدمتها وأهمها، أنه الرسالة وجهت إلى رئاسة مجلس النواب ولم توجه إلى قادة الكتل السياسية أو إلى الفتح البناء والإصلاح والإعمار. يعني هل تقرأ من هذه الرسالة أنه السيد عادل عبد المهدي يأس تماماً أنه الكتلتين التي قيل عنهما أنها الكتلة الأكبر ستجد حل، وبالتالي آخر الخيارات أنذبها في مجلس النواب؟ نعم. شلون تقرأ الصورة أنت مثل هذا التوصيف اللي أنا أقول به، أم أنك تتفق معه وتضيف عليه؟ اليوم يعني السيد عادل عبد المهدي حقيقة رغم أنه من السياسيين القدامى اللي مارسوا دور المعارضة في العراق، خارج العراق بالعراق ماكو، ودخلوا إلى العراق بعد 2003 وصدموا بواقع، هم لم يصدموا بواقع وإنما فرضوا الواقع الذي هم يريدون للشعب العراقي أن يتماشى معه، وهذا الواقع اليوم اللي فرض سياسة الأمر الواقع. ما يجري من في موضوع الوزارات والتقاسم، طبعا أنه نحو الأفضل الأكفى بعيدا عن الطائفية بعيدا عن المحاصصة، هذا كله كلام هواء في شبك في مهب الريح راح انتهى ماشي، لأنه ما موجود على الأرض شئنا ما بين، هذا كردي هذا سني هذا شيعي، كل من يأخذ غراضاته ويقعد بمكان على مستوى حتى الكتل خوش حج، والعند نواب يقول لك تعال أنا هو يسميها حصتي. أها بكل قباحة يقول لك ذني مالاتي، عندك نائب تعال، ما عندك نائب لا تجي. وهذا الكلام ما تكلموا به من القيادات. الخلاف اليوم اللي موجود خلاف على الدفاع، على الداخلية، على التربية. أنا أعرف الخلافات، أنا أتمحور بالخطاب لعادل عبد المهدي، خطاب دكتور عادل عبد المهدي. يعني هاي الرسالة الآن مثيرة، هو يعني يريد يخلص نفسه من الضغوطات اللي موجودة. نعم، وهناك ضغوطات كبيرة جدا، حتى كل من يقول باكر أنا أطلقت يد السيد عادل عبد المهدي نقول له مستحيل، ألا هونك بها لك حسنة أبدا نهائيا، يعني شبعنا نهائيا، لا شبعنا هذا الكلام. هناك ضغوطات كبيرة جدا على سيد عادل عبد المهدي فيما يخص وزير الداخلية السيد فالح الفياض، فيما يخص وزارة الدفاع اللواء فيصل فنر الفيصل، فيما يخص وزارة التربية استحقاق خميس الخنجر واللي هن ال 14 حتى ال 14 ذيك يقلقن، هذيك يقلقن بها 3 تقريبا، بها 3 او 4 يقلقن، اي 3 مثل السن اللي يقلق، ما يطيح اليوم يطيح باكر. هو ليش ما يقدر يطيح اليوم؟ لانه لحد الان النصاب لم يكتمل، يعني اذا اطاح بتلك الوزاره، لانه اليوم ثبت على وزير المواصلات انه وزير الاتصالات انه مشمول بالمساءله والعداله، وثبت على الوزير الثاني بأنه مشمول بأمور أخرى، مشمول بالنزاهة وإلى غيره. فهذا هذه النقاط لابد أن سيد عادل عبد المهدي اليوم على المحك، إذا ما نجح في تمرير الحكومة فستكون كارثة.